الغادية عروس الساحل، ونحن بنقول لهم جبلة هي تاج الساحل، جبلة ملقى وملتقى الأحباب، جبلة الرجولة والشهامة والكرم والشجاعة، جبلة هي التاريخ والحضارة، هي حارات عتيقة وعواميد. كل هاد وكل هاي التفاصيل رح تشوفوها اليوم بحلقة جديدة من برنامجنا مشوار اللادية، واخترنا جبلة لتكون مقصدنا، حلقة كتير مميزة من جبلة، تابعونا. مشاهدينا، سوريا الغنية بتاريخها وبحضارتها وبتنوع الجغرافي والطبيعي، كل هالتنوع اليوم اجتمع بمساحة صغيرة أو ببقعة صغيرة بمدينة جبلة. جبلة الغنية بالآثار وبالتاريخ، الغنية بطبيعتها الجميلة، البحر والجبل، كل هالتفاصيل اليوم رح نحكي عنها بحلقة مشوار اللادية، لكن حبينا تكون بداية الحلقة من مسرح جبلة الأثري مع الدكتور مسعود بدوي. خلونا نشوف سوا الدكتور مسعود ناطرني ونحكي عن القلعة. مرحبا دكتور، كيفك؟ كيف صحتك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ هلا نحن اليوم حبينا بداية حلقتنا تكون من رمز، مكان رمز من رموز جبلة، مسرح جبلة الأثري. نحكي اليوم من هون نبلش الحكاية. نرجو السعادة بيكون مثل ما شايفين، أكيد نحن ضمن أهم المعالم الأثرية في مدينة جبلة، والبترول للفترة الرومانية مثل ما نعرفناها. كمان مدينة جبلة عامرة بالآثار، إن كان بترول للفترات الفينيقية ولا حتى بالفترات الكلاسيكية والفترات الإسلامية، ولكن مسرح جبلة أكيد طابع خاص ضمن مدينة جبلة، لأنه هو المبنى الوحيد تقريبا المحافظ على شكله ضمن مدينة جبلة. نحن هلا حاليا مثل ما عم نشوف نحن انه مسرح جبلة هو واقع تقريبا في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة جبلة اللي بتعود للفترة الرومانية. اكيد نحن هلا نحن ضمن الدواخل الرئيسي للمسرح، وهو شكله تقريبا هو نصف دائري، والدواخل الرئيسي هو اللي بيعطي الشكل للنصف دائري مثل ما عم نشوفه. عملت تنقيب ضمن هذا الوقت تم حوالي عام 2007 و2008، وتم الكشف بصراحة لأغلبية العناصر المعمارية بالنسبة للمسرح، وخاصة درجات الأدراج تودي للمسرح. في نقطة كثير مهمة مثل ما عم نشوف نحن عندنا بعض الجدران ما زالت محافظة على شكلها من خلال الفترة الرومانية، ومثل ما عم نشوف نحن خلينا نقول بالعامية شطفة الحجر اللي عم نشوفها ما زالت محافظة من خلال الفترة الرومانية، ومثل ما عم نشوف نحن انه الرواق الرئيسي كمان نحن عم نشوف نحن عندنا هون الافاريز، انه في عندنا افريز محاط بالرواق الرئيسي. مثل ما قلنا نحن كمان مثل ما قلنا قبل انه نحن مسرح جبلة اخذ تسميته كقلعة جبلة هو من خلال انه اثناء تحويل لدخول المسلمين لمدينة جبلة سنة 638 الروم البيزنطيين حولوا المسرح الى قلعة، ونحن مثل ما عم نشوف نحن بعض العناصر المعمارية اللي بتعود للفترة البيزنطية، هو الحجر اللي عم نشوف هي اساسات او التحصينات اللي قاموا فيها البيزنطيين، يعني من قبل ما كان في هاي الحجارة. هلا نحن واقعين ضمن احد المداخل مداخل المسرح، مداخل المسرح اللي بتودي او دخول الجمهور من البوابه للرواق الرئيسي للمدرجات اللي بتودي لمقاعد الجمهور. مثل ما قلنا هدول احد هلا دكتور عم نلاقي مثلا عواميد، عم نلاقي في نقوش عليها، في حتى هون شفنا توابيت، يعني في لغة كثير موجودة اليوم ضمن هي القلعة. تمت إدارة الآثار على أنه عرض بعض المنحوتات الحجرية اللي تم الكشف عنها ضمن مسرح جبلة أو ضمن مدينة جبلة، حتى أو ضمن خلينا نقول ضمن نطاق منطقة جبلة بشكل كامل. مثل ما عم نشوف نحن بعض الآثار اللي عم نشوفها، عندنا بعض التيجان الكرنسية إن كان مكتشفة ضمن مسرح جبلة أو حتى مكتشفة ضمن مدينة جبلة. مثل ما قلنا نحن أنه مدينة جبلة بالفترة الرومانية أعمال المشاريع الحيوية اللي تمت بمدينة جبلة تم الكشف على العديد من الآثار خلال لا. مثل ما عم نشوف نحن احد التيجان الموجوده تم الكشف عنها ضمن مدينه جبلة باحد الشوارع مدينه جبلة القديمه. مثل ما عم نشوف نحن بعض الاطاريف من الرخام،
في عنا كمان كان اكتشاف كثير مهم، هو احد الاعمده عليها كتابه بتعود كان وجد على احد المداخل الرئيسيه لمدينه جبليه او بدايه او نهايه شارع الكاردو اللي كان متجه، وتم تحليل هاي الكتابه او معرفه تماما. هو ترى مبعود بدايه القرن الرابع الميلادي، هو حجر مساحه. حلو. مثل ما عم نشوف كمان نحن عنا تم الكشف على بعض التوابيت الحجريه ان كان ضمن مدينه جبليه، خاصه من مداخل منطقه جبيبات الواقعه بالجهه الشماليه الغربيه مدينه جبليه، ومداخل منطقه عزه، وهي بتعود كمان الفتره نفس الفتره تم الكشف ضمن هذه المدافن على مجموعه من التوابيت الحجريه، تم عرضها ضمن البواق الرئيسي ضمن المسرح مثل ما عم نشوف. ونحن هالتوابيت تقريبا نحن عم نشوفها تقريبا ضمن اغلب المواقع الاثريه الموجوده على طول الساحه، خلينا نقول السوري. هلا انا لاحظت كانه التابوت ضيق مو هيك؟ هلا تقريبا نحن عم نشوف نحن التوابيت تقريبا من النظره الاولى بتحس انه صغار، نفس الحجم او نفس الابعاد، لكنهم مختلفين، عم يتراوح بين حوالي بين ال 180 سنتي الى ال 220 سنتي عم يكون طول التابوت. طبعا دكتور، يعني هاي اللوقة اللي موجودة رح يتم نقلها للمتحف اللي حاليا انتم عم ترمموه بدكم عم تجهزوه؟ تماما. هلا نحن حاليا ضمن خطة للمدير العام للآثار والمتاحف هو تحويل الطابق الأرضي من مبنى السرايا القديم في مدينة جبلية إلى متحف وطني لمنطقة جبلية، ورح يتم عرض فيها مجموعة خلينا نقول كبيرة من القطع الأثرية، إن كانت القطع الأثرية الكبيرة مثل التوابيت اللي عم نشوفها الموجودة الفخارية، بعض المنحوتات اللي خلينا نقول الكبيرة الموجودة حاليا ضمن الرواق الرئيسي رح يتم نقلها للمبنى، ورح يتم عرض ضمن قاعات العرض مجموعة من القطع الأثرية المكتشفة ضمن منطقة جبلية. إن كانت بصراحة نحن عندنا منطقة جبلية غنية بالآثار وتاريخها تقريبا بعود، تكشف على واقع أثرية بمنطقة جبلية بتعود لمليون سنة من عصور ما قبل التاريخ حتى الفترة. هلا دكتور استوقفني هذا العمود، يعني هو يختلف كطبيعة حجر عن كل اللي موجود؟ أحد أجزاء من العمود الجرانيت الوردي بصراحة، وهو تقريبا نحن غالبية الجرانيت الموجودة عندنا هو مستورد كان من مصر، إن كان الجرانيت الوردي أو الجرانيت الرمادي، وهو كان أحد العناصر التزيينية بالمسرح. يعني هذا مو محلي، هو مستورد. نحن غالبية المستوردات عندنا الجرانيت كان مستورد من مصر، إن كان الجرانيت الوردي أو الجرانيت الرمادي. طبعا دكتور هلا رح ننتقل أنا وأنت ومشاهدينا لنشوف مسرح جبلي الأثري، يعني طبعا ونحكي عن نتخيل كيف كانت ممكن تكون الحفلات بهذاك الوقت. خليكم معنا. هو احد الممرات اللي بتودي لمدرجات الجمهور. مثل ما شايفين نحن هلا تماما نحن وصلنا كمان احد الاروقه الثانويه او بالمسرح، وبودي احد الممرات بودي للمستوى الثالث من المسرح. دكتور يعني اللي بيشوف هيدا التنظيم كذا مدخل، طريقه التوزيع، يعني قد ايه كان في اتقان للعمل؟ اكيد المبنى له هندسه معماريه كثير متميزه، ومثل ما حكيتوا شايفين نحن عندنا المسارح الرومانيه بسوريا غالبيتها عم تكون متشابهه من ناحيه التنظيم او تصميم المسارح. الفريده بمسرح جبلي هو انه مبني على ارض سهليه مثل ما عم نشوفه نحن على خلاف بقيه المسارح الرومانيه بسوريا، انه نحن واقعين مبني على ارض سهله. على سهله. ايوه. مثل ما شايفين نحن وصلنا على المستوى مثل ما عم نشوف نحن هو المستوى الاول من مدرجات الجمهور بمسرح جبلي الاثري. مثل ما بنعرف نحن مسرح جبلي الاثري هو واقع بالجهه الشماليه الشرقيه من مدينه جبلي اللي بتعود للفتره الرومانيه، وعلى مقرب منه مثل ما
تم الكشف من عدة سنوات على حمام بعود كمان للفترة الرومانية، ومثل ما نعرف نحن أو التصميم المعماري للمدن اللي بتعود للفترة الرومانية دائما عم تكون الشالات الخدمية مثل المسارح والحمامات عم تكون واقعة على أطراف المدينة، في ومثل ما عم نشوفها نحن في الجبلة هو واقع في الجهة الشمالية الشرقية مدينة جدة الرومانية. في نقطة كثير مهمة بالنسبة لنا احنا بنعرف نحن مسرح جبلي انه هو بعود للفترة الرومانية وبني خلال القرن الثاني الميلادي. في كثير اقاويل مثلا بيقولوا على مسرح جبلي هو قلعة جبلي، منين اجت مثلا كلمة قلعة جبلي؟ ومعروف فعلا عند العامة بشكل عام انه هو قلعة جبلي اكثر من معروف هو مسرح جبلي. مثل ما بنعرف نحن انه المسرح هو كان اكيد كان بالفتره الرومانيه كان هو مستخدم كمسرح، وما معروف تقريبا بالفتره بدايه الفتره البيزنطيه انه شو كان استخدامه هو استخدام المسرح بالفتره الرومانيه عفوا بالفتره البيزنطيه. ولكن على اثناء دخول المسلمين لمدينه جبله سنه 638 تم تحويل المسرح الى قلعه من خلال البيزنطيين الموجودين كان خلال الفتره البيزنطيه، ومثل مسرح جبلي على غرار بقيه المسارح مثل المسرح بصرة كمان بيقولوا عليه كمان قلعه بنفس الوقت هو قلعه. اي تم تحويل الروم البيزنطيين الموجودين بجبلي كان بهذيك الفتره انه تم اغلاق النوافذ الابواب وتحول لقلعه، من هون اجت تسميه المسرح كقلعه جبلي. هلا الجميل كمان اليوم نحن هذا المكان المسرح كمان يتم استخدامه، يعني يكون عم يقام عليه حفلات. اليوم انه الجيل الجديد يجي يتعرف على هاي الاثار، قد ايه مثلا بتلاقوا اقبال من الشباب اليوم؟ تماما. هلا ضمن نشاطات وزاره الثقافه والمديريه العامه للاثار والمتاحف وكمان نشاطات مجلس محافظه اللاذقيه ومجلس مدينه جبلي عم تقوم عده فعاليات، مثلا خلال هذه السنه كمان تمت عده فعاليات انشطه ثقافيه ان كان ثقافيه وان كان فنيه عم تكون على مسرح المسرح. مثل ما شايفين نحن انه هي البث مع واقعي نحن ضمن احد الممرات ضمن المستوى الاول والثاني بمسرح جبلي. مثل ما شايفين نحن منصه المسرح واقعه في الجهه الشماليه من المسرح، وكان بالفتره الرومانيه بالتنظيم المعماري للمسارح الرومانيه دائما كان يبني المسارح هو عكس اتجاه شروق الشمس مشان موضوع الجمهور. ما معقول المنصة تكون مثلا باتجاه الغرب او الشرق والشمس مباشرة، وهذا اكيد في هندسة فنية معمارية بالمسرح او تنظيمية للمسرح بهذيك الفترة. مثل ما كان مثل ما بنشوف كمان نحن انه منصة المسرح للاسف نحن انه منصة واجهة المسرح منهارة بشكل كامل، وهذا بسبب الزلازل اللي تعرض لها منطقة جبلية، وخاصة زلزال سنة 476 ميلادي خلال العصر البيزنطي صاب مدينة جبلة زلزال مدمر، وهذا اللي عم نشوفه نحن انه نحن عندنا واجهة المسرحية منهارة بشكل كامل، وحتى اجزاء من مدرجات الجمهور هي بسبب الزلازل اللي تعرض لها مدينة جبلة. هلا هو كان المدرج اكبر من هيك يعني في اكثر ولا هذا هو الحجم؟ المسرح تقريبا نحن عندنا نصف دائرة، نصف دائري اللي هو المستوى الاول تقريبا ما زال محافظا بشكل كامل تقريبا. المستوى تقريبا نحن عندنا المستوى الاول هو حوالي 13 درجة او 13 مقعد، المستوى الثاني 12 مقعد، والمستوى الرابع عفوا الثالث باقي منه اربع درجات. ولكن من المتوقع انه كان عدد درجات المسرح جبلي هو 35 درجة او 35 قد ايه ممكن يتسع كان الجمهور؟ كان بشكل كامل كان يتسع بحوالي 8 الى 10000 متفرج خلال الفترة الرومانية. في شغله كثير نحن انه ميزه عندنا بمسرح جبلي هو انه المبنى مسرح جبلي هو مبني من الحجاره الرمليه والحجاره المحليه، يعني تقريبا هو ماخوذ من مقاله منطقه جبلي وخاصه مقاله منطقه شقيفات الواقعه بالجهه الشماليه الغربيه مدينه جبلي. اما مدرجات الجمهور ما هي مبنيه معمره او مبنيه من الحجاره الكلسيه من جبال، واللي بقى يعني لسه لهلا من جبال منطقه جبلية، انه عندنا اكيد نحن انه المبنى عم يكون الحجاره الرمليه ولكن المدرجات عم تكون من الحجاره الكلسيه، لانه الحجاره الكلسيه شوي اقوى عم تكون مقاومه اكثر للطبيعه ان كان للامطار للرياح.
مثل ما عم نشوف كمان نحن عندنا منصة المسرح انه كانت مزينة مثل بقية المسارح الرومانية بمحاريب، مثل ما عم نشوفها محاريب مستطيلة او محاريب نصف دائرية. اكيد كانت المحاريب بالفترة الرومانية كان عليها انه كان مكسية غالبا ممكن يكون في زخارف او الواح من الرخام. ومثل ما عم نحن عم نشوف كمان للاسف نحن انه من واجهة المسرح او واجهة المنصة منهارة بشكل كامل، ولكن ما ظل عنا بعض الاثار الباقية من وجود بعض الافاريز مثل ما عم نشوفها الموجودة بالجهة الشمالية الشرقية من المسرح او المنصة، مثل ما عم نشوف الافاريز العامدة اللي كانت تزين واجهة المسرح. كثير حلو، يعني نحن اليوم حاسين حالنا عن جد بين صفحات التاريخ، وانت عم تحكي عم نتخيل كيف كان الحفلات اللي كانت تقام بهذاك الوقت. دكتور مسعود شكرا كثير لك، شكرا على ضيافتك لنا اليوم بمسرح جبلي الروماني، شكرا لك. مشاهدينا نحن حاليا موجودين بما يعرف مبنى السراي القديم. طبعا هالمبنى حاليا مديرية الآثار والمتاحف تقوم بترميمه وتجهيز جزء منه ليكون متحف بيحوي أغلب اللقى الأثرية اللي تم اكتشافها بهالمنطقة. مرحبا، كيفك؟ تمام الحمد لله. طبعا مشاهدينا بكل مدينه بسوريا في اكلات تقليديه بتشتهر فيها هي المدينه، اليوم انا هدول بنحكي عن الاكلات اللي عندك. سلام، قرع جزريه. طيب هلا القرع والجزريه معروفين مشهوري فيهم مدينه يعني اللاذقيه وجبلي، بس السيلان كمان بجبلي يعني جبله لك نحن بنعمله عايده. طيب كيف بيعملوا السيلان؟ قطر وطحين وشرش حلاوه وكل شيء. وبعدين كيف تفركن حتى بيطلعوا هيك قطع مثلا؟ هيك لا بنحطه بالزيت بنعمله. بتقلوها اول؟ لا بنقليها. وبعدين بنكسرها بصير هيك شيء اف. وبتحط لها ملونات؟ طيب والجزريه هلا مشهوره اللاذقيه، اي حدا من اي محافظه بده ياخذ جزريه فلازم ياخذها من اللاذقيه او جبله. من شو مصنع الجزريه؟ الجزريه من قرع بنطحنه بصير هيك بنحط لها جزعه اطرافها. كثير بياخذوا منه لبقية المحافظات؟ بياخذوا منه كثير على اللاذقية والشام وكل شيء. هلا في نوع معين من القرع حتى يزبط مو هيك؟ في قرع ابيض وقرع اصفر. الاصفر للجزرية والابيض للقرع. للقرع، طيب شكرا لك واتمنى لك التوفيق.
نحن عم نتجول بجبله بحله مشوار اللاذقيه شفنا اقدم المحلات الموجوده بساحه جبله. اليوم بدي اروح عند العم ابو احمد بوظه، هو من اقدم المحلات. مرحبا عمو ابو احمد، كيفك؟ الله يخلي لي اياك يا عم وسلم. يعني محلك من اقدم المحلات، قد ايه عمره؟ حوالي شيء 65 سنه ما شاء الله. ايه الله مسرع سيدنا عم ابو احمد. يعني وقت فتحت انت كان فيها كل هالمحلات حواليك؟ ما فيها هالمحلات، هي كلها المحلات جديده. نحن هالصف هذا اقدم شيء تقريبا بهالمنطقه هاي. كان ورانا الكهرباء عباره عن موتور محرك صغير يشتغل كهرباء بس، كل هالمنطقة هي ما كان في أي شيء، كان ولا أصلاً. هلا أنا بعرف أغلب الريف وأغلب الناس بينزلوا بياكلوا اللقمة الطيبة عند أبو أحمد، طيب شو سر هاللقمة الطيبة اللي عندك؟ والله ذوق ومهلة وأبن عن جد بالمصلحة، نحن أبن عن جد طبعاً. بيقولوا الطبخ نفس، يعني مثلاً اللحم الكباب والشقف، شو السر؟ على فكرة بالسبعينات كنا نطبخ هون طبخ عادي، فاصولية وبامية ورز وكذا، بس انقرضت ما بقت فيها. كانت تجي الناس هون تاكل؟ تاكل بالصبح كمان، يعني كانت شغلة بسيطة هيك وحلوة كانت. طيب هلا شو السر انه مثلا نقول هي لحم الشقف او الكباب طيبة نكهتها مختلفة؟ لا الكباب إلى منطقة والشقف إلى منطقة. الشقف بدك يكون بلا عروق او بلا شروش او بلا هيك عروق بيكون بهي مشان ما تعلق بالتم. والكباب شو ما كانت يكون، بس نحن هون عنا نحن بنعمل في عنا بتحبها بفليفلة وتوم وبصل بقلبها، وفي عنا بتحبها سادة، وفي عنا بتحبها بصل وبقدونس وهيك. نحن متميز عننا هون حمص وسلطة وبيواز وتبلة وهيك شغلات. أبو حطب أشهر فلافل في كل جبلة تقريبا، وشاورما الشام كمان نفس الشيء، أفضل شيء شاورما بالجبلة، أقدم شيء كمان، يعني من أقدم شيء بهالمنطقة هاي. هذا الفلافل له حوالي شيء 65 سنة عم يشتغل بالفلافل، طبعا قبل ما اخلق انا طبعا. ايه بس سلموني يا عمو ابو احمد، شكرا لك. اياكي على راسي، الله يحميكم. الله يسلمك. هلا رح نروح لعند ابو حطب، فلافل ابو حطب، كمان اطيب فلافل بجبلة. مرحبا، كيفك؟ الفلافل ابو حطب اطيب فلافل. محل مشهور على مستوى ما جبلة، على مستوى سوريا. طيب شو السر، يعني ليش هيك لقمته أطيب؟ أقدم محل بجبلة. طيب شو السر، يعني الفلافل تبعتك مختلفة، وين؟ السر إنه يعني شيء على أصوله، ما عندنا لا هيك ولا هيك، ما في يعني خلص شيء تمام. هلا نحن مندوق ومنقلكم إذا طيب ولا لا. هلا دائما مثلا بالفلافل بيغشوا بيحطوا كذا قصص، انتم لا؟ لا لا مستحيل، يعني هون مشهورين لانه يعني بنشتغل على اصوله. هلا عندنا مثلا طحينه 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 خلص، والمحل له سمعته، يعني ما في يعني مثل ما بناكل من طعمه زبون وشيء النفس طيب كثير على الاكل. حلو، يسلم ايديك، شكرا لك، الله يسلمك. هلا حدا بيزور جبلة أكيد لازم يدوق كنافة جبلة. هي كنافة جبلة معروفة إنه هي كنافة ناعمة. أنا رح روح عند أقدم محل بجبلة واللي عمله تقريباً 100 سنة. مين مريش؟ خليكم معي. مرحبا، كيفك؟ قال أي حدا بيجي على جبلة فلازم يدوق الكنافة الناعمة بجبلة. كيفك؟ أهلا وسهلا يا هلا. مريش قد إيه عمره هذا المحل؟ تقريباً 100 عام. اليوم يعني 100 عام وانت لسه محافظ على هاي الخصوصيه انه الناس لسه عم تجي لعندك، شو السر انه لساتكم انتم مقصد كل الناس؟ السر نحن متوارثينه من اجدادنا، وشغله ثانيه هي دويه، يعني ماده نحن بنصنعها، يعني ما بنجيبها من برا، مثلا مثل الجبنه خضراء نحن بنعملها على ايدنا، مثل الكنافه بنأسسها من رشها وبنبردها وبنفرمها وبنعمها، كلها هي دويه، يعني مصنعه بايدنا. صعب اي حدا مثلا تاني يشتغل نفس المجال هذا، صعب على شوي. هلا الكنافة مريش انه بقيتوا كلكم بنفس المحل، مثلا ما عملتوا فروع تاني، بقيتوا كل العيله بنفس المحل؟ هلا نحن بهالموضوع هذا نحن عيله صغيره، يعني واللي عم يشتغلوا فيها كمان قلال، يعني انا وابن عمي يعني ما اربع معلمين، عرفت كيف؟ ما عندنا زياده طاقم عمال زياده لحتى نقدر نشتغل بمجال اوسع او كذا او هيك.
هلا انتم في عندكم عملتوا انواع ثانيه غير الكنافه النامي ولا بس الكنافه النامي؟ سابقا كنا نعمل حلو فرنجي، نعمل معمول، نعمل راس بسيوة، عجوه مثلا، نعمل كنا كربوجه، نعمل بقلاوه مبرومه، يعني عده اصناف، بس طبعا وقفناها لانه كمان قلت العمال عنا هيك شوي، وضلينا على هالماده محافظين عليها. هلا انه هي النامي هي شو يعني يعني مو شعيريه اللي محطوطه؟ لا، دقيقة طحين، دقيقة طحين وسمنة وبدها هيك شغل إلى طريقة خاصة. يعني هذا بالفعل إنه كتير هي طيبة، مميزة حتى هون بالساحل كله يعني، أو مجمل الحديث بسوريا كلياتها. صعب هيك مثل هالمادة هذه حدا يشتغلها أو يعرف كيف طريقة شغلها يعني. يعني يعملها بنفس الحرفية والتقنية صعب. يدوية يعني، من الأخير هذه يدوية، ما أنا مصنعة مثلاً من معمل أو مصنعة من شركة أو كذا، لا، هذه يدوية بالإيد، نحن بنشتغلها بإيدنا، فلهيك بتضلنا كهتة مختلفة تماما. شكرا لإلك. شكرا. هلا يا هلا أنسى.